الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحسن الله إليكم، رسالة وصلت من السائل أيضا عمر، يقول: هل يكون التكبير في عيد الفطر وعيد الأضحى بعد الصلاة جماعة أو منفردا؟ وما هي الصيغة الشرعية التي وردت في التكبير؟ التكبير ليلة عيد الفطر إلى مجيء الإمام، وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الأمر في هذا واسع، وابتداؤه في عيد الفطر كما قلت من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام. أما في عيد الأضحى فالتكبير من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لكنه لا يسن يوم العيد والإمام يخطب، لأن الإنسان مأمور بأن يستمع للخطبة. أما التكبير الجماعي بصوت واحد فهذا ليس من السنة، بل كل واحد يكبر وحده لنفسه. هذا التكبير يسن للرجال أن يجهروا به، وأما النساء فلا تجهروا به، لا في البيت ولا في السوق. المرأة لا تجهر به، لكن إذا كانت في بيتها وصار أنشط لها أن تجهر فلا بأس.